امتنان وتكريم، ولكن هو ايضا ارتباط بانتمائنا الى المحاباه التي عودتنا ان ترتبط حناجرنا بالحديث واقفا. كل عام وحضراتكم بخير. في هذه الايام المباركه وفي هذا المكان العزيز علينا باسم نقابتنا المرفوع عليه، وبهذه المناسبه الوقوره التي تجسد مفهوم التقدير والتوقير والتكريم لكبارنا، فلا خير فينا إن لم نوقر كبارنا. لا شك أن هذا التكريم حفل لا ينشئ التكريم، وإن كان هو كاشف عن قيمته، فتكريمكم وقدركم لا شك أنه ماسل واقر في الوجدان، ليس مرتبط بحفل، ليس مرتبطا بمناسبة أو توقيت، بل هو في كل أوان وفي كل توقيت، وينبغي أن يكون ظاهرا في كل معاملة وفي كل تعامل مع حضراتكم. إن العلاقة بأساتذتنا علاقة كلها الإجلال وكلها الإعرفان وتقدير قيمة ما أسدوا إلينا من قيم ومن مبادئ ومن تقاليد مهنية، لا شك أنها تمثل بالنسبة للمحاماة جوهر وليس شكل. فالمحاماة قيمتها الأهم والأجل أنها تجسد وثوق الناس فينا، لا أقول وكالة فقط، بل هي ولاية أمر. فالوكيل يختص ببعض ما للأصيل، فإن كان الأصيل يجهل ولا يدري كيف يسترد حقه، فإن من يوليه أمره لا شك أنه ولي للأمر. فالمحامي ولي أمر من أوكل إليه الأمانة، ونحن نفخر بهذا، لأننا يعهد إلينا بأوراق وأمانات وأسرار وقيم كثيرة لا يمكن أن يفضي بها الشخص إلا لمحاميه. هذه هي القيمة التي علمنا أساتذتنا أن نحافظ عليها وأن نتعامل معها بهذا القدر من التقدير والتوقير. فلا شك أن أساتذتنا بما قدموا لنا جديرين بالتكريم، جديرين بالتوقير، جديرين بالإلحاح دائما بأننا نفخر بهم. إن هذا التكريم هو إفصاح عن قيمة واقرة في الوجدان، وهذا الحفل ليس إلا تعبير ينبغي أن يتوالى وأن يتكرر وأن يتعاقب على نحو ليس فقط في مناسبة، ليس أيضا هذا الأمر فحسب، لكنه حينما يكون التكريم في عاصمة النقابات الفرعية، لا أقول نقابة العاصمة ولكن أقول عاصمة النقابات، جنوب القاهرة بما تحمل من تاريخ لا شك أنها عاصمة النقابات الفرعية، فليس فينا من أحد ضيف فيها. ولذلك أنا أشكر الأستاذ النقيب حسن أمين حينما شرع في كلمته وأطلقها بغير ترحيب أو اختصاص بترحيب، هذا هو الشعور الحقيقي الذي وقر في وجداني. أنا لم أكن أشعر أنني ضيف على هذا الحفل، فأنا فخور بوجودي بين حضراتكم متحدثا إلى حضراتكم، لأن تكريمكم لا شك أنه قيمة لمن يحضر هذا التكريم وقيمة لمن يقدر هذا التكريم ويسهم في نجاح حفل تكريمكم. ولا شك الأمر الأهم أن مجلس نقابتكم العامة الأستاذ النقيب والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة يبلغون حضراتكم كل آيات الود والتقدير والتهنئة بهذا التكريم والمشاركة في تقديم هذا التكريم لحضراتكم. ليس في رمزية ما يقدم لحضراتكم من شعار للتكريم، ولكن في تأكيد على أننا على رباط في مبادئ المحاماة وفي قلاعها وعلى أصولها التي لا تكون قائمة إلا بقيامها، فهذا تكريم يؤكد أننا على ذات الرباط الذي رفعتم حضراتكم راياته ولا زالت خفاقة، ولا زالت رغم كل التحديات المحاماة الأبية، المحاماة العظيمة، المحاماة الكريمة، المحاماة التي تحمي حقوق الناس في مجتمع متحضر. فلا قيمة لعدالة إلا بحق الدفاع، ولا قيمة لتحضر مجتمع إلا إذا كانت المحاماة فيه رفيعة.
هذه هي القيمة التي عليكم حضراتكم رايتها، وجاء الوقت لنعترف بهذا الأمر ونقر به، وهذا عرفان واجب لا شك أنه جزء من التكريم. أما الاستمرار على هذه المبادئ ومحاولة الارتقاء بها أكثر وأكثر فهو منهج نقابي ينبغي أن يكون رائدنا، ينبغي أن يكون رائدنا فيما هو آت. لا ينبغي أن تكون هناك قيمة تسبق رفعة المحاماة وارتقائها قبل كل خدمة نقابية يمكن أن تقدم. حتى الخدمات التي تقدم للمحامي كمعاش أو علاج أو خلافه كلها أمور تستهدف حماية كرامته وإعفافه وحمله على أن تصل إليه هذه الخدمات بنفس أبية رضية، لا تستلزم لا خضوعا ولا تخليا عن مبادئه وحافظ عليها طيلة حياته. وإن الشيوخ الذي تحدث الأستاذ النقيب على أنهم رموز المحاماة، لولا أنهم كانوا في شبابهم، لولا أنهم كانوا في شبابهم أولي بأس وعلى مبدأ وحريصين على الدفاع عن هذه القيم لما وصلوا لهذه القيمة التي يستحقون بها التكريم. فتحية لهذا التاريخ المجيد وتكريما لأصحاب هذا التاريخ، وفقنا الله وإياكم لما فيه رفعة أمتنا ورسالتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.